أبي الله يرحمه وصاني وقال لي الزعامة لإلك من بعدي يا شكري. أبوك الله يرحمه ما كان يحب أخلاقك بنوب، ونحنا كنا منعرف هالشي. بقى مو معقول أبوك يوصيلك بالزعامة. شو قصدك؟ يعني أنا كذاب؟ إيه عم تكذب يا شكري. طب لسانك بحلقك مختار أحسن ما أجي طبلك يا بإيدي. ها وصلت معك قلة الأدب هيك تحكي مع المختار؟ خليك على جنب نوري، بلا كولكتك. ها إذا مفكر إنه كولكتك هي بدك تضحك علي، أنت غلطان كتير كتير غلطان. أفرك أنا ضب لسانك بحلقك شكري ولا بقصر لك إياه. خوفتني. أنا بدي الزعامة، بدي الزعامة وما بدي شي تاني. الزعامة من حقي وانتو كلاتكم تعرفوا هذا الحكي. نحن ما بدنا اياك لأنه الزعامة بدها أخلاق، وانت ما بدك تواخذني. شو مفكر الشغلة بكيفكم يا أبو جمال؟ الزعامة إلي، الزعامة إلي وبدها ترجع لي بالغصب بالزور بدها ترجع لي. ومن إمتى كانت الزعامة إلك لترجع لك؟ اسمع شكري، أنا الزعامة ما بدي إياها، بس إنك تاخدها بعيدة عن أسنانك. ليش بقى؟ لأنه مو إلك. أبوك ما كان رضيان عليك وأنت بتعرف ليش. إذا هيك رح آخذها للزعامة بالغصب. شكري شوك بعيد من خلقك أحسن ما شرك لك وشك بعيد. تعال هون حرم علي، حرم علي. عود 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 بدل ما تحط ايدك بايدي لناخذ دارنا ابن عبود، تعمل تقاتل انا وياك ولا تعمل لحمه دم. الزعامة لإلي يا نوري، الزعامة لإلي. رح اخذك وعلم على كلامي. لك روح من وشي احسن ما ابتلي فيه. يا حيف عليك. ماشي الحال، بسيطة. لهالبيضة والتأشيرة لحالك، بعيدة عن أسنانك، بعيدة. ولك أنا شكري ابن الزعيم أبو شكري، والزعامة من حقي أنا، من حقي، وراح آخذ غصب عنكم كلياتكم. تسلم يا حكيم، تسلم. أنا الزعيم؟ طول بالك على حب النبي. خلاص مختار، ما في شيء ما في شيء. لوين لوين يا زعيم؟ راح اروح لعنده على البيت طيب خاطره. عيب. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معه مرحبا شكري. شو بنا يا ابن العم؟ عم نسلم عليك. نوري إلع من خلقتي أحسن ما أبتلى فيك. عيب لك شكري، نحن أخوي ما لازم نتخانق، لازم حط إيدي بإيدك لناخد تارنا من عبود الواطي. أنا تاري مو مع عبود الواطي، تاري مع اللي سلبني حقي. معك انت يا نوري. انا اللي سلبك حقك لك شكري. الله وكيلك سحبوني سحب على السوق واعطوني سيف الزعامه وما عندي خبر. لا يا شكري، قلت لك نحن اخوي ولاد عم خي البي. لا، اللي بيصير عليك كانه صار علي. ليك نوري، انا هذا الحكي كله ما بيقطع بعقلي. دامك حلي، يا اما بترجع لي الزعامه، يا اما قسما بالله العظيم رح
حتى دوقك الويل يا نوري. أنا هي الحركات بتمرق علي، بجوز تمرق معك على أبو يونس، على أبو جمال، على أبو فهمي، بجوز تمرق معك على الحارة كلها، بس علي أنا غلطان. بتعرف ليش نوري؟ لأنه أنا بعرفك كتير منيح. هلان وحركات عم تحكي لك شكري؟ دول حركات إنه أنت آدمي وملاك وما بعرف شو. حلال عليك، هالجد عم تلعب صح، بس مو علي شكري يا نوري، مو علي. أنت أكيد انجنيت. إيه جنيت؟ جنيت ولسه ما شفت شي من جناني. مشان هيك حمل حالك وانقلع من هون احسن ما اكسر لك رجلك وحملك ياها نوري. لا، ما فيك تمنعني. فيني امنعك، فيني امنعك. واذا بدأ على هذا البيت مره تانيه ايدك بدي اكسر لك ياها. انقلع من هون اشوف. ياما شوفي ليش هيك عملت لك شكري؟ قلت لك هذا ابن عمك نوري. والله اللي ما عجبه الباب بيطلع جمال. عم بتقلعني إلي؟ إلي يا ابن اخي؟ مشان خاطري يا ام عادل لا تزعلي من شكري، شايفتي كيف هو معصب؟ والله بيحبك كثير. أم عادل، لك الله يسامحك. مين خبرك انت؟ اخوك فارس اجى لعندي وقال لي انك تخانقت مع شكري بالسوق. امنت بالله على الولد، ليمتى بدي ضل هالمو؟ بعدين معك لك شكري، ما عاد عملت حساب لا لكبير ولا لصغير، وآخرتها معك. إيه كثرت عليك الهموم يا نوري. دار عمك اللي من عبود اللي قاعد يسرح ويمرح وانت مانك قادر تعمل له شيء، ولا ابن عمك اللي طال لك سنجة عرض بوشك؟ لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. امي الزعامة بدي اخذها وغصب عن اللي بيرضى واللي ما بيرضى. ملاك بنتي الله يرضى عليكي، احكي مع جوزك فهمي، اهل الحاره ما بدهم اياك. يا مرت عمي ما بسترجي احكي معه بهيك موضوع. الله يدب المشاكل بيناتكم يا بيت ابو الذهب، وان شاء الله ما بتنحل الا بشيء قتيل من بيناتكم. تضربوا شو مفكرين حالكم شغله كبيره؟